تقاليد والعادات اللي كتتم في السنه الامازيغيه فهي في نطاق اهتمامها المتواصل بالثقافه الامازيغيه وما يرتبط بها من قضايا ووجهات نظر متعدده ومتنوعه، وقعت الباحثه المغربيه خديجه عزيز اصدارها الادبي الجديد جوانب من الثقافه الامازيغيه المعاصره، وذلك على هامش فعاليات الدوره 25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء. ويغطي هذا المولود الادبي الانشغالات الدائمه للكاتبه بالثقافه المغربيه عامة والأمازيغية على وجه الخصوص، وذلك في مختلف تجلياتها الفنية والجمالية والاحتفالية لقرابة عقدين من الزمن. الكتاب يدخل في إطار المساهمات العلمية ذات الصلة بالثقافة واللغة الأمازيغيتين وفق مقاربات مختلفة من التاريخ واللغة والآداب والفنون وغيرها. حاولت من خلال هذا الكتاب تقديم لمحات موجزة ومركزة عن بعض مكونات الحقل الثقافي الأمازيغي بالمغرب، مع مواكبة بطبيعة الحال التطورات التي عرفها هذا الحقل ومختلف المستجدات التي رافقت مسلسل الترسيم الأمازيغية. فهذا حدث كبير بالنسبة للبلد. ويشكل هذا الكتاب الفريد من نوعه محاولة لبسط رؤية خاصة تجاه الثقافة الأمازيغية من خلال مجموعة من المقالات التي سبق نشرها في عدة منابر إعلامية وطنية، تستهدف بالأساس الكشف عن الأبعاد الثقافية والحضارية لمجتمعنا المغربي، خاصة في بعده الأمازيغي. من جانب آخر أتمنى أن يكون هذا الكتاب يعني قيمة مضافة من منظور مقاربة النوع وكذا تشجيع الكتابات النسائية التي عرفت انتعاشا كبيرا في الآونة الأخيرة، سواء في مجال البحث والتأليف الأكاديمي أو في مجال الإبداع الأدبي والشعري القصصي والروائي، بحيث صار الصوت النسائي صوت يسمع ويحرص كذلك على جوائز قيمة على الصعيد الوطني. المغربية الغنية. هذا وتعتبر خديجة عزيز باحثة في الثقافة الأمازيغية والمكلفة بالتواصل الخارجي بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهي خريجة جامعة لاهاي الهولندية وحاصلة على عدة جوائز، أهمها جائزة الثقافة الأمازيغية صنف الإعلام المكتوب سنة 2010، وجائزة الثقافة من المركز الثقافي المصري بالرباط سنة 1999. شكرا.